هاو كتوا والمدهونين على كيف غير يقراو برك شرط يتعدى عن بيه وكهو ساعات نقول لي تعدى حلمه خايبة و تواجه شكون يفيقني أما شيء حد ما جيني فهمت اللي صار بالحق عادش نجم نرجع بالتويلي ونبدله الإحساس بالذنب حاجة بيا برشا الإنسان باش ينجم يصلح لازم يكون مقتنع وواعي قبل اللي هو غلط هكا ولا به كان ترجع بالتوالي شنو ماذا بيك تبدل نوح نبدل نوح أسخو نمحيه كأنه عمره ما صار الركي تحرك ركب له مينوت ما تحركش يا بدغات مد يديك هارب يا هز الكلب هز ريت كيفاش يحضرني انت اللي نقلوك جديد للمركز نتاعنا اي انا محسن شكرا عايش اكسبريس وتابع سكر شنو هو نحكي على القهوه نتاعي من اليوم باش تولي تسرب القهوه في المركز واضحة هيطلع
دير معاري بالقتل انا نسيتني خاف من دم خف الريح يهزني جديدة؟ اي خليت انا اخذ لك ديريكت صغير انا بجيش القهوة بالحليب بابا فضيحة أنا هك يمشي بركة ماك تحب غدس في بالك كان يشوفك حد مشيت رئيس مركز تعوم بكثر أحمر رئيس مركز يعوم باللي يحب حد ما يسالف سلام استنى بنتي شد جاك جو بخ عشق ماني جيت باهي هات عليك سلام سلام عسلامة شنو مشيتوا البحر؟ ها ولدك شتيها غدس؟ هيا بيه صح هاتك صح عايشك بابا خليش ندوش انا بيه بيك
عاود جبد لي عليها اليوم، يحب يقابلها. المرا سامحته تو شهرين تعدى وهو تو مازال منساه. حب يطلب منها سماح، انا قلت له لا. خير، ماذا بينا الكلام ولا سلاح؟ ربي يهديه هكا. برا دخل كراد مع ابوك. لا نحكي معاك. اي جنى وين ماشي؟ خارج نعمل دوره. طيب هذا وقته، ادخل عشان بنتي عاونه امك. ادخل. والله انتم ما حبيتوا تنقلوا، ليش مدخلني اموركم؟ هاي بابا زرقة بشوية بشوية، هذيك كلها معونة. يضحك فيه. نضحك عليك انت. لازم تزيد تكبر شويه باش تنجم تسكيتي تولي معاش تضعف. اوكي بيبي. باش تفهم منه انت شكوني المريض هذا؟ ولا ما نعرف. اسمعني يجي شمك فيها يجي. هيا 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 كملوا سكيتي هيا نمشيو نعملوا شوينه. الشيف ما يعملش كيفه. خذيت وربحت. ما تسندش روحك، ما الاولى نتاع العرس كهو، من بعد تعمل على روحك. وجه السوق تقول انت؟ اي نعم، باش وقعد نتاع الشيف. شو عملت اليوم في الخدمه؟ طبعا. Des preuves de notre patience. Après des fouilles minutieuses, on découvre une série d'immenses mégalithes présentant des sculptures d'animaux en relief extrêmement bien. Ah. Ah. Winkon. Kutne skate. Ah, yopé. Kifesh t'hass fi rouhak? La plupart, je n'en doute pas. Hassasni li ana mrid. Chey ma biya chbik. المرض مش كان في البدن. ورس ولدي تو كل شيء يتعد، معتبرة من هالمحبة اللي معشة في قلبك. متخافش بريد. ملكي بريد، ما عادش تجبد عليها. وركز في قرايتك، مستقبلك. شوف شو عاملين معاك.
حكى حكى بيك انا ابوك تبدلت بيعته على خاطرك اعطينك فرصه وستيتك سمحتك واعطتك فرصه مش انت تلقى في روحك وتصلح ما ضيعيش وضيعنا عايش ولدي خافش واحد بيك سارح فاش تخام فاتت غزل على روحي علاش كيفاش زلعتها اليوم مع رئيس المركز نساها الحكاية الطفل طايحك غادرك تصير ما تصيرش ما كنش مركز وتوا عارفي غزل علي وزري بشتر عين انت تحكي معه وفسر له وتو بالوقت يعرف قديش انت خدام غيزي من الغش عاد ما نحبش راك هكا هيا يجي كولا شو دي هاي المرأة حضرت لك اسكالوب وفريت وكمانديت لك بيتزا رافك تحب وكان شي حاجة اخرى قولي خيبة دار بلاش بيك شهرين تعديو علي تقول سلام عمين حق مش مشينا وياك لتركيا قصيت بيه نعديو جمعة كامل نحبك تشيخ وتتفرهد وتنسى اللي صار الكل شقلت مش نجم نرجع نقرا هاي بتبيع مادي ما فوتش 3 شهور حبس بيت الروم بتاعك نظيف نجم تقرا كاين ولا كاين ولا صار اون بليس هاي لقيت لي سي بريفي تحفون برشا تفهمت معاهم والامور مريكله ليه شنو ولي ليه يلزمك ترجع تقرا على روح هاي نعرف اما نرجع لسي متاعي بعد اللي صار ذاك الكل تحب ترجع غادي اللي صار هذاك الكل خلت لكم تقول لي انسى نظهر لي انت اللي ما كنتش تنسى خايف عليك لتقلق ما نحبش سيلك مشاكل اخرى بالعكس غادي ونفهم اصحابي غادي ونستنست وباش ننسى لازم نواجه ما نفهمش علاش باش يخاف كما ديما تقول لي اكسيدون صار هكا ولا عيش ودي المرة ذي اسمع كلام خليني نقلك من الليسي بقى قلت لك ليه يا غادي مش لازم منها القراية بهيجة قول تنت فاهم معني صح Thank you.
خير. صباح خير. صباح خير. لحظة أني جيتك. سي شكري. نجم نحكي معك شوية؟ تفضل. حبيت نقول لك سامحني على الزلعة اللي عملتها. الله غالب تغدرت. شوف خدمتنا صعيبة ويزمها برشا تركيز. زلقة فلقة وانت نهارتها شعرة بركة لفلت المجرم بين يديك في جرة قلة التركيز متاعك. فاهم شو معناتها ولا؟ فاهم. وعندك الحق في اللي قلته واللي عملته الكل. نوعدك ما عادش تتعاود. كي نقلوك لهوني بطبيعة سن عليك. عروفاتك زملائك كلهم يشكروا فيك. خدام ورجلو هذاك علاش انا هزيتك معايا في الهده الاخرانيه. اما لا غلب انت زلعتها. وانا هوني اللي يغلط يخلص. ما كانش تولي لي فوضى، صحيح ولا؟ صحيح. اما انا باش نسامحك. مانيش باش نشمت فيك الزملاء هوني. باش نعطيك اخر فرصة. وان شاء الله اللي صار ما عادش يتعاود. تهنى سي شكري. ما عندك انا رجال. امشي خدم على روحك. تحياتي. دور هيا كفاره بابا كفاره تي زياد والله توحشتك على الاخر حتى انا توحشتك شام الحمد لله احكي لي انت شام احكي لها انت هاي جماعه وصل هاو لما الحبيب الله رحموش توحشتك حتى انا على الاخر شنو حوالك؟ ابيش نور عسلامة والله شام سافا وانت في بالكم باش نجمت نجي كذبت على ما قلت لها نقرا تيود ماد برا نقراو مان سكون اهلا نور ادخل جماعه تبعيني مال اربع جوك العاد صندريه بالله ما زين دا مولا اي والله بالرسم يا اخي شعملت سرقت سبابا وانت هاك برونزي فما بيسين في الاصلاحية اصلا روح هذا تبارك لا الفاكونس في تركي ها البروغرام الصحاح انا عمري ما سافرت صح عليك والله تدخل الاصلاحية تخرج بوك يبعثك الفاكونس كل ابوه عندك شلو تحب تبدل هس ونزيدك عليه امي كانت تحب مل اخي امك وبوك طلقوا مازال امان ما عنديش باش نحكي فيه الموضوع الليلة نحب نتفرهد راح ما يمشيو بحكي لي اش عامل سوا ترونكيل فاعملهم لي كل باش نجم ننسى نجمت عليه انت نسيت نورمال مازلنا صغار تو نكبر ننساو كيما يقول ها قبلتها لا تاي راجع القراية تتولي تراها كل يوم هيا ما مازلت باش تدور بها لا جمل نرجع صحابك ها صدقتك شبيك نحكي بالرسم يسكت طبعا حد ما يعرف حكايتي انا ونور كان انت وهي وبابا ما باش تخرج تاني قديش توحشتكم
نقصتنا مرا الله يرحمها. شنو البنات موتوا كان على الكوبي؟ بالله مال الفازا يجي اشتغل معاك. هيا ما قلت لك نحب نتفرهد. ولتصر؟ شنو المشكل؟ بدأت بقى قاعد ياسر مع صاحبته. الله قلينا مش مع صاحبي. ايش هنا؟ روح خدام يمشي. مش مروح. جزي مش امشي. سيبني. امشي. أمال شو فما؟ الملكسيون بدأت على بكرة سنة. نجموش مرة نخرج نسهر مع المشاكل. لا اللي صعب شوي. دلالة بنتك سارة برا؟ شو مجايبك انت فاش قاعد تحكي؟ اللي تسمع فيه بنتك سارة هي واصحابها يا اخي نورمال تخليها طالعة البوها شو باش نعمل لها؟ ما تحشمش تحكي معي هكا؟ تحب تدور علي الطفلة؟ يا اخي نتبلى عليك هاكا كل شيء على عينيها شو قولكم كملوا عركتكم اللوطة؟ وزيد هاكا سحبته في الكرهبة تستنى قدام الدار كان عندك ما تقولها يما جايبها لداري؟ جايبها لداري؟ ما تدخلش الحكاية في بعضها وانتي تطفيها معك من بعضها لطول التلسان اللي وليت عندك اخرج عليا اخرج عليا قلت لك اخرج عليا برا امشي جريلها امشي جريلها يا ساقط ايش هنا انت شنو هي الحكاية؟ اي كذبت عليك خرجت انا واصحابي نوح وهدي ورحم وغادي اللي تهو صحبته علاش تكذب علي؟ علاش؟ خاطرك خنقتني فهمت علاش؟ وتوا سيبني ما عندي ما عملت خرجت بدلت الجو انا وصحابي ما فيها شيء وكان تحب تحاسب حاسب راجلك ما تحاسبنيش انا سكر فمك كان بوك فاسدك انا نعاود نربيك وقيت روحك تكذب علي المره الجايه باب الدار ما عادش تعفسوا فهمت؟ برا مشي بيتك ما تنسنيش تدخل داخل تيسا شراب كل يوم وعرك مع الجيران عليها كل فضايح عيب والله عيب راه عيب
un économiste de Goldman Sachs. لعيبوا الفضايح متاع الدنيا والدين عملتهم بنتك لسقط فينا كل وشام طفل وفات الفوق ولينا بنعطين بالصباح وحدي ناكل جعان بنيتي شبيك بديت نكلم فيك ما تجاوبنيش يا ماما اني قلت لك خارجة مع أصحابي شبيك مفجوعة ما نعرفش كلمتك ما جاوبنيش خفت اللي خايفة منه باش يصير صار ما فهمش علاش متحيرة ولا الضحك يا دليلة خير بونجور صباح الخير كيفك جاي على جيت تيسير نور لا ما تيسير ايش كنت تشوف كنت متاع رجال خاطيك انت شنو هاد هيك عم جديدة جات الليسير ياك طلعت سكيت هاي تحب نعلمك فكرة الضحكة اللي ضحكت المرة اللي فاتت أنا هاي هذي هاي صحيح هذي ريتو لي سي هذا الكل نضحكوا عليك اسمعني اش تحب عندك صاحبة شنو اش قلت لي ضحك عليا اللي سي اش قال لك انا تخطم تصوح طلعت مهبولة ماكش مقارا كهويت هاي تنجم تقول برا تاوي بعد سي هاي تبارك شبيك عقدها تخف شوي مقدم تعال القراية ايه مشيت معك راك باش تندم ان شاء الله انت ما تندمش ايه نحكي شباب اعرفكم على صاحبتي الجديدة يا خيتي وقت ضايع ليه سالو اصلي ما صاحبت شو اسمك برا هاي بالرسمي شو اسمك انا سالم وانا نوح حسيلو هاي خلنا نمشي مع شبكري انا ماشي مع بعضنا كلاس 34 احنا تي ليه؟ هي ماكس ليه مش كيف؟ سيد 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 ما أنا باش خلى علينا بلاصة كبيرة حطينا مشينا؟ هاي هاي هاي
سامحني ما شفتكش. مش مشكل. بحط مشيلة ولا مكياج؟ ليه مش مكياج؟ علاش اسأل؟ هكا عجبوني. توزن فيا؟ لا. دخلت على سيد بخش كان نشوف اللي باش. بعد ساكت عليه فيش قلق نحملش كل يلسخ سبا هكا السلام عليكم. تفضلوا. سيو قولي راك غلط اقراو فيزيك مش تربيه سلامية. انا ابراهيم بروف الفيزيك نتاعكم باذن الله عام سنين ان شاء الله ربي يوفقني ويوفقكم ونعديو عام دراسي ممتاز تو ذولي نجم نتوكل على ربي ونبداو على بركه الله سيو نعمل شطر ورقه كالعاده لا فماش علاش شنو اسمك انت رام تشرفوا رام عايش كسيو تشرف وانت اسمي هادي تشرفوا هادي عايش وين نروح تشرفوا نوح عايش وانت وائل وائل تشرفوا وائل ما شاء الله وانا راح تشرفوا بس مش تسال على معادلة عمي ولا ومهنة الأب وكل فازتها ذوك لا أنا أهم حاجة بالنسبة لي تقرأوا على رواحكم بالكدي ونعديوا بإذن الله عام به مع بعض شو اسمك انت؟ صوفيا مش تشرفوا صوفيا در تشرفوا ملك تشرفوا ملك شاهد كيفاش؟ شاهد شاهد سيمرا سيمرا تشرفوا غالي مرحبا تشرفوا غالي تشرفوا ايه ملك كيفاش عاود لي؟ ملك مرحبا تشرفوا يوسف شوي شوي شرف بليل شرف معناتها انت متقلقه على بنتك في القسم هذاك بالطبيعه باش نتقلق واحد كير في الاصلاحيه والاخر هربت من دارهم يا مدام انا نحب بنتي تقرا في قسم باهي مع تلامذه نظاف انا هنا عندي تلامذه كل كيف كيف يغلطوا ولا ما يغلطوش كلهم صغيراتي وما نسمحلكش باش تقول هذا مسخ وهذا نظيف بربي فهمني كيفاش واحد يضرب مراه بكرهبه ويهرب وبعد يدخل الحبس وترجعوه يقرا في وسط صغارنا نورمال ما يضطر جمله هذا من النساء هك قلتها خذي عقاب
وما دام ما شدش اكثر من 3 اشهر ينجم يكمل قرايته، وحتى حد ما عنده الحق باش يطرده. زيد مدام احنا هوني باش نعاونوا الصغيرات، مش باش نحطوا لهم العصا في العجل. شنو هي الحكايه هذه؟ توين القايم قال لي شوف مع المديره تبدل هيك مع تلميذ من قسم اخر، ما قاليش باش نجي تعمل لي محاضره. وانا في بالي القايم بعث لي وليا حاس على قرايه بنتها من اول العام، مش جايه تفرز كل قسم شكون يقرا فيه. راني ام نخاف على بنتي من هالخلط. يا اخي ما عندكش صغار؟ بنتك تعلمها اللي كل انسان عنده الحق في فرصه اخرى، مش تحط لها في مخها اللي يغلط زي ما نكرهوه نمذوه ونخافوا منه. خاطر وقت اللي هي باش تغلط باش تخاف من رده الفعل نتاعك، تخاف لأنت تكرهها، وقتها باش تتلذذ تخبي عليك وعمرها ما باش تحلك قلبها. والصغير على قد ما يخبي على قد ما يزيد يغلط، وما نلقاو حتى فرصه باش نلقفوه. بنتي انا اللي نعرف مصلحتها ونعرفها ما تغلطش وما تخبي عليا شيء، هذاك عليه نحبها تقرا مع تلامذة نضاف. باهي يلا تو نقلها لقسم اخر. وماذا بيا من الساعه الجايه في لماء؟ الى ماء هذا بالنسبه للزانتيراكسيون دون لونيفير، اما مازلنا باش نزيدوا نتعمقوا فيهم اكثر. نعرف اللي مازالوا 5 دقائق في الحصه، ما سايبكم بكري شويه اليوم. نجموا تلموا دباشكم وتمشوا على رواحكم، يعطيكم الصحه. سلامة. عايشك بسلامة. سلام عايشك. صباح الخير يا عايش ولدي. مرهو. اسمي مسيو ابراهيم. مانيش مصدقة، كيفاش عملت فيها اللي تقري فينا؟ ماني قلت لك قبل سبيت مطالب في المندوبية. يا اخي الحمد لله عيطوا لي هوني. هيا مبروك، بلا جو اثنين. كل ان شاء الله خير. عندي برشا ما شفتكش. طلعت للسطح قداش من مره وشي. يا اخي وين غبرت صيف كامل؟ كنت في البلاد. تلاقيت شوي. كيت شوي ولا هرب مني؟ علاش في نهرب؟ وفيش قامة الحديث. لا هو وقته لا هو بلاصته. مانيش في سطح، في كلاس، في ليسي. عايش كيف؟ في لمن؟ باي مسيو برهو. رحمة. وين؟ شوف. أنا حلمت ياسر بالنهار هذايا. التلامذة قدامي وأنا قري فيهم. سنين وأنا نستنى وقت تجيني الفرصة هذي. اليوم ربي سمعها مني، ألف حمد وشكر. أنا مانيش مستعد بتضيع علي الفرصة هذي. في جرت حكيت أنا ما عندي فيها حتى ذنب. فهمتكش؟ أنا ماذا بيا ما تقول لحد علي. علي صار قبل وخاصة أصدقائي. كان قصدك ما نحكيش بما نحشمكش، تهنى، ما حكيتش ومانيش ناوية نحكي لحد. عندك علي باش تخاف مسيو. اش قالكم في مسيو ابراهيم؟ بروف فيزيك؟ اي. في بالي مربط على قدمها، طلع سافا جاوبها يقول. هاو هاو. ما لا ستيل عليه برجولي. يا اخي فما بروف يلبس هكاكا. عاجب. كل انسان يلبس الحب عليه. صحيح. اللبسة حرية شخصية. علاش كنت تحكيه؟ على بروف فيزيك جديد. اه شفتو. مش هذيك اللبس فازة فوق راسو. فازة. يا اخي وين عايشين انتم؟ أنت توكا اوريجينال. انا يعجبوني العباد اللي يخموا يتصرفوا خارج الصندوق. جدوخ. اي واضح من ميولاتك مادام كنت بصحبة كدير.
مدريتوش مدام نور؟ قليش ما زلت مضروب فيه؟ ميزي شكوني مدام نور هذي؟ اسأل عليها نوح هاوكو يعرفها بالقدر. رفت المات بتاعي. تحب المات ميل انت؟ اي نجم تقول تبيع؟ سيرين مدوبلية. انا وينش مدوبلة؟ وعمري ما دوبلت. مادام كوليت بصحبة نوحك تقعد دوبل. اي صح نوح صح. خليت طفلة في اليد فما شايف الساكة؟ لا بطلنا. كعبرت لها صاحبي. برا نمشي نشوفوا بلومبي. شبيهم على شو يحكيوا؟ حتى شيء. خليكم من الطرف. انا زاد خلنا نمشي. هاي تشاو. تشاو. لازم تمشي تقعد في بلاصه اخرى وتنقص في المزيكا. هو اللي سمعته سويني انستك بيه. لا تعرف انت نجم نحكي معك شوية؟ هيا توتا يسير. صح رقعتك مزيد مباشر مني؟ ليه؟ جملة عليش نوع اللي صار هو؟ ضربت اليومي بالكرهبة وفسعت قلت على كاروسة بعد دورت بيانا وحكيت لي لغة قال لي شنو تحبني وسخف علي انت تتبلعت حتى اللي انت كشفت على حقيقتك. عندك الحق سامحني مرق غلطة في حاجة واحدة انا حبيتك بالرسم مش لغة ومش سخف ومش كلام وبر شطان اسمع قلبي كيفاش يدق كي تبدا قدام تكذب على شكون بعد اللي عملته فيا انا وامي انت القلب ما عندكش من اصل منبه عليك ما عادش تدور بيا وبعدني خير لك
يا اخي مدام نور ما عادش باش تقرينا. اللي نعرفه اللي انتم باش تقراوا عندي انا مدام بوراوي. عندي قداش نستنى في الرونتري باش نجم نشوفها في الاخر ويني بح يا اخي وين مشيت فيش سارحه ومهموم ما خيبو نهار لول نتاع القراي كثر صحابي نجحوا الكلهم فاك وانا قد نعد في العام حتى البروفي درا كيفاش تغزرلي حسيت روحي حاشمه الله غالب كل شي بالكتبه سامحني ما سامحني اني ما نجمتش نفرحك بنجاح قد ما قريت وتعبت وشيء تلومش روحك عايش بنتي كما قلت انتي تعبت وعملت لي عليك وما قصرتش اما ذاك ربي شحب ان شاء الله سنة تنجح ونفرح بيك شفتوا اليوم رجع يقرا جاي يحكي معايا يطلب السماع ملا روح كانك علي انا مسامحته بعد اللي عملوا فيك الكل صغير وغلط ونهار اللي فقنا بيه كان ينجم ينكر اما هو استعرف وخلص معناها تحبني نرجع معك كاين وما صار شيء تبيع عليه لا ترضاهر روحك للي اما اسمح لله بنتي غيت عليك با باهي جاوك باهي جابولكم نفس الساده ولا بدلولكم فما القدم وفما الجدد هاي باهي وصحابك لبس عليهم با راني عارف انت حاب توصلي هي قابلته وحكيت معاه تعاود الباك في جرتي فهمت علاش حبيت نقلك من الليسيه مرالك في السفر من نهار الاول نعم بيا شيء لا نعرفك باش تقعد تراها كل يوم ماكش باش نجم تنسى اش قتلك هددتك ها سمعتك الكلام مصاب سمعتني الكلام عقلي الاخر من اللي قلته اش قالت لك شيء نكلم فيك كرهتني ما عادش تحبني عايش ولدي ما زلت صغير على الحب والحكايات يمخك حكي لك اللي انت تحبها تكبر شويه تضحك على روحك وتتفكر كلامي كنت شوف انا قديش حبيت من واحده في السكوندير منهم واحده وقتها خرجت معاها في الكاتريم خممت حتى باش نعرس بها بعد ما عرفت شنو اللي صار نقلت ويصير فيه بوك حتى من الناس ما نسيته ذولي مريم ولا مرام تحسيلو معناتها ورس ولدي نساها تو يجيو بنات خير المهم انتي ما عادش دور بها الجمله Thank you.
تعمل البر يا عم الدخل. كيفاش تعدى نهارك الاول في الليسي؟ سوا كالعادة. ماذا بينا كالعادة ذي؟ لا ماني نعرفك ماركة مشاكل. ناية تهنى. خذيت الدجاجة عين تعشى وي. مدام نورة ما عادش تقري في الليسي. هذي حاجة باهي. زعما نقلت الليسي آخر؟ مش قلت لك الموضوع هذا ما عادش تجبدوه؟ ها؟ ونساها احسب روحك عمرك ما ريتها. حبيت نعرفها وين وكا. ما عندك ما تعرف. هي ربي وجهها خير وانت تلاف قرايتك واحمد ربي ليل ونهار اللي انت تقرا اصلا. اي جماعه احكي لي ايش عملت اليوم. ايش
صفاتي تقطع، صفاتي تقطع. سيب الصفات هنا تتقطع، طوامي تخيط هوني. صباح الخير مدام. صباح الخير. هيجي جات لك. حلو كتاب على الصفحة 8. نختموا النشاط 1. شو مصلح كتابك؟ خاطره كتاب قديم بتاع ولد عم، ما عنديش نشر كتاب. شكون آخر كتابه قديم ولا ما عندوش كتاب شمله؟ مسالش اللي عنده كتاب يسكره، مش نخدمه على تابلو. خرجوا كراسي. طيب عندك؟ شو عندي؟ امشي مش هيك كابتن. أمانة ما نعرفكش. هلا طيب شو انت عارف؟ يمشي فلوسك. صاحبتك تسلم. ما صاحبتك جديد؟ شنو توحشتني؟ شو تعمل؟ سكر فم. سيبني. سكر فم. يهمك فيا. سم هذا من زيت دوربين وجهك الفزت ولد، فهمت ولا ايه؟ تمد في يدك عليها. وانت شو مدخلك؟ انت طن فيهم من بعض. هتضرب لها على الطياره. شكونك انت يا فرخ؟ شكوني انا؟ انا اللي كسرت لي الكاسك متاعي.
نسيتني؟ لا ما نسيتكش. وتوق البندرك اللي كامل كسر لك وجهك. ضربته ها؟ ليه ما ضربتوش؟ يكذب هكا ولا ضربك؟ تكلم. لا وما لي شيء. انت جديد بليل وخاتيك نعرف، خاطر الدوسي متاعك نظيف مش كيما برشا تلامذة جنون مسيبة في هالليسي. اما ما تخافش، في اللي سيهذا هنا ولا سيدة ولا دارة ما خليه حتى تلميذ تعدى على زميله. أحكي شو عملك وين نتفهم معه؟ ما عملي شيء. أنا هزيت سكيت نتاعو باش نجربها. أخي تكسرت. وهو تنرفز عليا شوية وكا. هذاك اللي صار. صحيح الكلام اللي يحكي فيه بلالة؟ هذاك اللي صار حرفياً. حرفياً. ما لا تنجموا تفهموا لي علاش القايم نلقاكم شادين في خناقات بعضكم تتعاركوا؟ سوء تفاهم صغير وكا. ياسر يهاولوا الامور في الليسي هذا مدى. اما انت تلعب مش ناقص زادة. علي؟ راجلي شوية ما كسبه. وانت كانك راجل تعرض لي. دفع عليها فرحانة. صباح. انت بعتني خير كله منك. شكون هذا صاحبك؟ ها لازمك تفهم نوح معقد من حكايه الدروع. علاش اسالو؟ كان يحب تو يفسر لك المره وعلى مصلحتك عاركك. شنحة دنيا من الأول. أنت ننصحك سايب عليك من نوح موش سهل. تلاقي في روحك شبيك هكا لوكز أنت؟ طب أنا درت شي بيك. علاش هكا تعمل؟ فهمتكش. مادامك حميت على طفلة قاعدة تضرب معناها ماكش خايف. علاش هكا عقدها؟ مانيش عقدها، كنت نبحث في الإدارة. باهي مر نبداو من جديد. أين رحمة؟ وينها مزروق؟ عسلامة سي فرحات. عسلامة مدام نور، شنو أحوالك؟ لاباس الحمد لله. أش عابين معك الصغيرات؟ تخي بيان، تحسهم الحقيقة يحبوا يقلعوا على رواحهم. يسمعوا الكلام. احنا هون الانضباط واحترام الاساتذه. صحيح. عم يظهر لي في تونس الكلام ده صعب شويه. فما ما قلتليش شنو رايك في الجو العام لهنا؟ الحقيقه هذاك على جيتك. اليوم فقط اللي اشترى تلامذه ما عندهمش كتب. حتى اللي عندهم اكثرهم قدم. لازك سيخسيس مخدومين ومصالحين. شو نقول لك؟ الله غالب، الناس بسطاء. الكتب ولات غاليه،
مش تعبي كرتابة نتاع تلميذ لازمك تخلي شهرين. هما لهنا في الحقيقة ما يقدروش. هاك ترى على عينيك الظروف كيفاش. يا مشنو الحل؟ طرح هذا الموضوع في المعتمدية حتى قبل ما يدخل يقرا. مشكورين وفروا لنا شوية كرارس وكتب وأدوات وزعناهم على التلامذة. جد الفقير بما عنده. إما في الظروف هذية باش نربيه ونعلمه ونكونه أجيال. الوضع يحشم ويحزن نعرف. أما نقولوا إن شاء الله غدوة خير. إن شاء الله. سالو با. أهلا بالخنفوصة. صافا القراية؟ صافا. عجبك الليسي؟ صافا مش دوني. والبروفيت باين؟ بس لا في الأول عاد با كيفاش نعرف؟ هذا باهي. مالا أمورك في البيان؟ في تري بيان مش في البيان. هاي جو فطريجه نحبش ماذا بيا على بيتزا با شنو هو بي يمشي عطيني خلك مندي هاتك استوش هات كهو عطيني حتى 10,000 مصروف غدو ما انا عطيتك البارح تي ما شريت بهم بوستيتو فلو شنو تي كان لي يلصقو ستيلويت ما عندي صرف توا واش عملنا يبا 10 ولا 20 شنو الفرق الفرق 10,000 كامله لالا ميرسي با الله يعطيني ما يغلبنا معناها تجي السكيتور وتكسر له السكيت متاعه قدامه معناتها يضرب لي على الطيارة علاش عملت كيكة؟ تفيدوا عليك وتحبني نسكت له يبيه كي ما كسرتلوش راسه وانت نورمال يا اخي واخفه مع هو كونترين اخوك مش بيك ما حلتش فمك يكسر لي الكاسك نتاعي احنا متفاهمين في اللي ساول برا لا تدور بيا لا ندور بيك كل واحد يتلهى في اموره انا عمري ما دخلت فيك انت نهار الكل وانت تكذب وتبلعط على العباد وفي الاخر كي تاكل بعضها وقتها نولي انا اخوك اما نعاوني اما نكفري عليا ما تقولش لبا نسيت عمايلك ولا فاطمه بيه بلع فمك شبيك صوت كلالة ولدك نرفزني خاكتي درا شنو عملت له بيبي
احكي لي شفان. تعرف في على فاز صارت في الليسي. فاز شنو زيدا؟ يا فرغة بنتك وصاحبتها. سير؟ هاي. باهي. تحاول تجيب تاكلو؟ ما عينيش. حتى أنا ما عينيش. علاش شنو أكليت؟ كامليو. إيجا هاني عاملة جديدة ماك تحبها. مش تاخذ هكيك على كعب مليوي؟ قلت لك ما عينيش. باهي. حقا استنى. جديد؟ قلت لي الكاسك نتاعك تكسر، مشيت الصباح خذيتهولك. هاكا نفس الماركة، تراه شوف اللون. عجبك؟ لا ميرسي ماما، لا تعنيقة. ربي يصحك إن شاء الله موجود. تراه جربوا؟ تراه جربوا؟ السلام عليكم مدام لي. مرحبا بس وشكري. بس شنو حوالك؟ لبنس على جوا؟ كانوا في الواتا مش في الليسين. شنو المشكل؟ بيت صغيرات يحتفلوا بالجوله للقرايب، وزاد لما كيما هذه هويه والساده وكذا، تشوف كان تقرب بيناتهم. ما يحسوش الليسي خاقة. شحال من الزهو والفرحة سي شكري. مدام الفرحة آخر العام. كي صغارنا ينجحوا. أما يعطيك الصحة على المجهود. أنا أقول ولده لشكون طالع؟ مدام ليلى عرستها؟ صحة محلية خاتمة مبروك. مبارك فيك عايشك. كيف قلت لكم مدام ليلى عرس؟ يا كيوت قديش فرحت لها. شفتوا العرس مش مربوط بالعمر. مازي عندك ميرسي. انت بابا ولا مسيو؟ لا مانيش بابا. تاش تعيط لي مسيو؟ انت جيده في الليسي خاطر ما يتكش قبل. اي نقرا باك مات. اي باهي ان شاء الله تطلع قرايه نكره شكون يكركر. معناها باش نقرا عندك؟ علاش انت بروف شنو؟ انا سي مجدي بروف تاع الفيزيك.
عنا بروف بقوس. خلمش نجيب جوي. طلعت مش تعمل ايه؟ وانت تعرف تستحى؟ مش خير منك قلت لي ارزاق على شنو؟ هاي ليش صار؟ Quand tu crois que tu dois شو تقابلنا من وقتها حبيت نقول لك اللي انا غلطت كي سمعتك الكلام وهزت عليك يدي وانت ما فسرتيش اما انت زاد غلطت كي خبيت عليا بنت جميل وهذه حاجه ما سمحتش عليها حتى انا مش مسامحه إبراهيم. ليه علاش؟ ليه ليه نسألك؟ إيش تعملوا يا أخي غادي متركني تحت الحيط؟ لاباس تحرك امشي من غادي علاش هكاك فجعتهم يستاهل قلت الحياة هي علي انت قيم هوني لا مدام انا جيت مع ولدي انا زيدا جيت مع ولدي وبنتي اول عام لهم هون شكرا فريق تشرف هذا بليل ولدي سي شكري يا نوح نوح ايش ايش شم ايش هو ايش سمع ايش سلم بكال علي حسلم فريق وان بليل تعرفوا بعضكم شوية شوية بليل جديد في الليسيرة هاكا وليتو صحاب نعمل عليك على عيني لا تهنى علي شنو ولا ما هيب هيدي سلمى بنتي مرحبا عسلامة عسلامة خيتو معزيز اخوات سهل شمال ما
فرهدت شوية؟ اي والله عملت جو. تفكرت اياماتي كنت نقرا في الليسي. حسرة احليه الصور. ما هي خنت علمها كملت قرايتك. خاطر ما كنتش قراي. ملي توفيت مماتك يرحمها قصيت وما عاودتش رجعت نقرا. زيد قبل قرايه البنات ما كانتش لازمه كيما توا. اي وناد ما ولي؟ بالطبيعه ناد. نلقى روحي قاعده في الدار ما عندي ما نعمل ونسيت تخدم. الفلاحه فلاحه والطبيبه طبيبه واللي تسوق في الطياره. ان شاء الله كيما راك انت بنتي ناجحه هكا وتكمل قرايتك وتتخرج وتولي بخدمتك. ونعرس ونجيب الصغار. هذاك مكتوب تو يجي وقته. مش مازال غدوة تاخو حقك نطوي الصفحة وتبدأ حياة جديدة. أنفان غدوة نتنفس مش نشتح ونطير ونجنح. مش نولي بيلوت زادة سي قررت. مش نركبك معايا في الطيارة ونسوق بيك. قضية عدد 5630 حكمت المحكمة ابتدائيا حضوريا بعدم سماع الدعوة في حق المتهم عبد القادر اليحيوي والإفراج عنه من سجن إيقافه. رفعت الجلسة. Que j'ai fait quelque chose de solide qui tiendra après moi. جينا في وقت صعيب واحنا نشوفوا بعيد باش نعيشوا نهار كي ضعنا وسط الطريق وين الخوف رفيق حبينا اللقاء اللي نحبوه بسيط رينا فيه العيب ترمينا في النار ومنش كل اللي صار فينا. ولادكم فينا خير ما فماش في الغير باللي فينا اسرار طمعنا الفرحة تزيد كي العمر يزيد مش هذا اللي صار كي رزلنا علينا الكيل احمل ولا ثقيل وتبدل الاخطار ومنش كل اللي صار فينا. تمنينا ما خير من دموع الليل كل ما نزيد عام كي ضاعوا منا سنين في الفاضي حرام اللي حلمناه كبير اللي لقيناه قليل وزاد بينا الحال ومنش كل اللي صار فينا.